انتي اول ما قعدنا طعنتي بينا تقولين انا ما اتف اي وامن انا اصلا صراحه من جيت وشفتكم قالت روحاني وسحاره فانا تخبلت احنا مو مشعوذين احنا روحانيين نطلع السحر شنو يعني دقيقه انت استغفر الله احنا عندك علم الغيب بس رب العالمين يعلم الغيب عندي جني اطلع من الجن شلون اطلع فلوسه يعني؟ ارجع فلوسه ها يا فلوس شلون ترجع اني ادلي يعني؟ الشخص يعني هسه انت اذا مبلوقه فلوس تجيني عندي يلا أنا قبل فترة مباقيت مبلغ كلش كبير وارد أعرف الشخص منو هذا اللي باقي قاعد عمك ما أقدر أحكي هنا لا ليش لا أنت مو تعرف روحاني و... أو تعرف أمور بس رب العالمين يعرفها يلا أحكي تراجعيني للمكتب ليش حتى تخطني حتى قطي اي طبعا حتى قطي الكلام بنتي مبين بيك خير احكي هسه لا تقولي بيك خير احكي هسه خير انا مغصب لا لا تقول غصبا عليك لاقوا مسح لك سحل احترم نفسك انت لو ما رجال كبير ترى ما احترمك لا والله ترى انت شنو الاسلوب هذا ما كرتنا الحلوه احترمي احترم سنك فقط انسان محترم احترم سنك فقط العالم الروحاني يا عالم روحاني قصبه وخالة دقيقة ايش خالة يوم هسه هسه بدون اسمها عندي حضور جني هسه اعرف ايش عندها واحد خالف بس خلينا ناخذ موافقتها حتى انه هي تقتنع بالفكرة انت ليش رافضة الفكرة خليه ياخذ لك خيرة وخليه يثبت لك ممكن باي تشانس انت ما خسرانة شيء حتى يثبت اليك يثبت للمشكلة يا اخي يعني عرفونا بقصبة صريح يا اسرار يلا باقي البنك المركزي وتكشف اسراري راح تفضح اشتري يا بولي يحكي انك اسكت عمي اسكت خليه يحكي مشعوذ انت رجال مشعوذ الما مقتنع بيه وما مقتنع بيه انت جاي تدري شنو تروج الاعمال كلها كذب وغلط وحرام